شاطئها الفرات ضمى والماء يشربه صفوان بلا كدر وداعي وداعي قلب يا سبب يا ابني وداعي تصد عني ولا تسمع وداعي أنا ما طالب بحقي وداعي تقل وداعت الله وهاي إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا زين العابدين سلام الله عليه: وحق ولدك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وإنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه، فاعمل في أمره عمل من يعمل أنه عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه. من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده هي وجود الذرية التي تكون امتداد لوجود الإنسان هذا. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حث فيما حث على الزواج لتكثير النسل، وقال: تناكحوا تكاثروا حتى أباهي بكم الأمم. أما حقوق المولود الجديد ذكرا كان أو أنثى فتتمثل فيما تتمثل باختيار الوالدين. واحد يقول هو بعد ما مولود منين تجوا الحقوق وشلون يختار؟ أحدهم ينصح ابنه يقول له: لا تتزوج حتى ترى ابنك منها. قال: كيف؟ قال: أن تنظر إلى أخلاق أمها وأبيها، أن تنظر إلى أخلاق أمها وأبيها. مربينا أن أم البنين سلام الله عليه كانت وصفة عقيل سلام الله عليه لأمير المؤمنين عندما قال له: اختر لي امرأة ولدت تنفقه. وكذلك الولد يجب أن يكون صاحب دين، من جاءكم من ترضون دين وخلق فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من حقوق هذا المولود الجديد هو حق الحياة. طبعا وارد عن رسول الله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين: وحق ولدك أن تحسن اسمه وأدبه وأن تعلمه القرآن وحبنا أهل البيت. فمن حقوقه الأساسية حق الحياة، حق الحياة حتى قبل الولادة في عالم الأجنة. للأسف انتشرت كثرة في واقعنا المعاصر كثرة حالات الإسقاط، وفي الدول الغربية خاصة كثيرة. في عام 96 نشرت مجلة نيو نيوز عن مظاهرات في أمريكا أدت إلى اغتيال 5 أطباء أصحاب عيادات للإجهاض، ورفعوا شعارات abortion is a murder، ووصل بهم الحد إلى فعلا أنه يكفون عنها ولو أنه استحدثوا يعني عيادات في البحار وعلى شواطئ الأنهار. عموما أن حق هذا المخلوق في الحياة يبدأ من عالم الأجنة، فلا يجوز للمرأة أن تسقط جنينها ولا يأمرها الأب بذلك حتى وإن كان مشوها. نعم إذا
كان سببا في حياتها يعني يؤدي إلى موتها حين ذاك كون أكو ترخيص. فالشريعة الإسلامية أوجبت لهذا المخلوق حقا هو حق الحياة. في بداية صدر الإسلام العصر الجاهلي كان عصر قد أشيع فيه الوئد، قتل البنات بل ذكورا وإناثا. الآية إجت تمنع ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وهاي في الوصايا العشرة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. مهم، فلهذا المخلوق حق في الحياة. أما العادات الجاهلية فعادات منبوذة، يقولون صح صح وصح صح التميمي هذا أسس مؤسسة يعني أشبه بمؤسسة حقوق الإنسان، كان يتحرى الحوامل وأيام وضحن حتى إنه اشترى 300 طفلة. ويصير هذا الظهر جد الفرزدق، فكان الفرزدق يتباهى بجدي. عموما ما كانت صفة مرغوبة لكنه مألوفة. ينقل صاحب كتاب عودة الحجاب، كتاب مطبوع بالرياض وأنا هم اشتريته من مكة في وقتها، يقول ممن مارسوا هذه الحالة أو نعم هذا الموضوع عمر بن الخطاب أيام الجاهلية كانت له طفلة أخذها خارج المدينة وأخذ يحفر لها القبر ويتناثر التراب على لحيته وهي تمسحه، يقول وما تدري ماذا يصنع بها وما يريد بها حتى إذا اكتملت الحفيرة رماها وهي تنادي أبا 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 يا أبا. هو نفسه يقول أمران في الجاهلية أحدهما يضحكني والآخر يبكيني، أما الذي يبكيني فكانت لي طفلة بنت لما بلغت ما بلغت أخذتها وحفرت لها حفيرة ورميتها، هو ذاك موقف شلون، فكل ما أتذكر هذا الموقف أبكي. إلى موقف آخر يضحكه، يقول كنت أصنع تمثالا من الحلوى وعند النوم أضعه تحت رأسي فلما أستيقظ بالليل أقعد جوعان آكله، يقول هسه لما أتذكر أضحك على نفسي. المهم كان من الناس من جاء إلى رسول الله يطلب العفو المغفرة، يطلب براءة الذمة، فكيف منهم من أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بفدية كأن ينحر مثلا نحر الإبل وهكذا. فهي عادة مذمومة، قتل الإنسان عادة مذمومة صغيرا كان أو كبيرا. فللإنسان حق، هو حق الحياة، هذا حق أساسي من حقوق الإنسان وحقوق المولود الجن. من حقوقه أيضا ذكرنا أن يحسن اسمه وأدبه وأن يعلمه القرآن، أن يحسن التأديب. التأديب في الشريعة الإسلامية يبدأ أيضا من عالم الأجنة. من المستحبات أن تقرأ الأم القرآن حتى يستمع الجنين. أنا شفت في دراسة في معهد أمريكي يعني منشور أنه تحت عنوان هل سيولد، هذا في المانشيت في إحدى المجلات عن هذا المعهد، يقول هل سيولد أطفال وهم يحملون شهادة الابتدائية. يعني كثرة السماع يكون أنه هاي المسائل هاي المعلومات مرة عليه هذه الأصوات. نعم، فالشريعة الإسلامية أيضا أوصت الأم بأن أنه تسمع وليدها جنينها القرآن. الشريعة الإسلامية نعم قالت يعني فيما يتعلق بالتربية وخاصة في موضوع مثل الصلاة
مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني تبدأ التربية من نعومة الأظفار. نعم لأهل البيت سلام الله عليهم فيهم خاصية، يعني يولدون مكلفين. الإمام أبو عبد الله الحسين يؤخذ مع الحسن سلام الله عليه في كنف رسول الله ليباهي للقوم، وكانا طفلين. فقل تعالى: وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ونفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. ولذا مكلفين عموما. وأيضا أنه هالممارسات العبادية أوصوا أهل البيت سلام الله عليهم فيما أوصوا بتعليم الأطفال وتربية الأطفال منذ نعومة الأطفال. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وهو يتباهى بتربية رسول الله له، يقول: ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالمكانة وبالقرابة القريبة والمنزل الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره، إلى أن يقول: ولقد كان يمضغ الطعام ثم يلقمنيه، ولقد كان يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به. فالإمام ولد معصوما، ولد مسلما لإشراف رسول الله ولإرادة ربانية قضت إلى أن تؤهل أمير المؤمنين لمهمة كبرى، ألا وهي قيادة الأمة، ليست في عهده وإنما للبشرية، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بظهور القائم من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيحتاج الإنسان إلى تربية. مرات أو المولود الجديد من حقه أن يعلم، أن يربى. في كثير من الأحيان قد يكون الأب مشغول أو الأم مشغولة، فيحتاجان إلى مربي، إلى معلم، وأيضا انتقاء المعلم والمدرب والمربي. جزا الله الأخوة المعلمين، المعلمات، المدرسين، المدرسات، المشرفين، المشرفات، الباذلين، الباذلات، وهم يعطون من أوقاتهم لاستحداد دورات في ديار المهجر، جزاهم الله خير الجزاء. فإن في ذلك الحقيقة يعني زاد لأبنائنا وبناتنا، وأقل ما فيها المحافظة يعني على اللغة، وأكثر من هذا هو اللي نريده، الالتزام بضوابطنا الدينية الإسلامية التي تؤكد على توطيد العلاقة فيما بيننا، خاصة في داخل الأسرة الواحدة. أما إذا تخلى الأب أو الأم انشغلت، حينها يكون كاليتيم. هذا الشاعر يقول: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فبالعلم يرقى الإنسان وينهض الإنسان. ووصية علمان، وصية الرسول، وصية الأمة، وصية الصالحين الفقهاء، هو بالمبادرة إلى تعليم الأطفال. وإذا كان كذلك ينشأ نشأة صالحة، خاصة في ظروفنا حيث المخالطة والاتصال بالآخرين، وخاصة فترة المراهقة تحتاج يعني إلى متابعة وإلى توفيق لكي لا يشدون عن الطريق، وبالتالي نفقد شخصية نريد بها أن نباهي الأمم. أحد العلماء يخاطب ابنه يقول له: أيا ولدي دعوتك لو أجبت، حث على طلب العلم. أيا ولدي دعوتك لو أجبت إلى ما فيه نفعك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن هيت وين أمرت، ويجلو ماء عينك من غشاها، ويكسوك الجمال إذا اقتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى نفعه لك إن ذهبت. يعني فعلا قيمة الإنسان بعلمه ثم يترك أثرا طيبا.
يعني أنا الحقيقة أشجع أخواني خاصة المفكرين إلى الكتابة والنشر لكي يبقى أولا للتأثير، اثنين أيضا صدقة جارية. يعني أكيد لما يكتب الإنسان بحث وهكذا في الدراسات وينشره راح ينور الناس، ينبه الناس، يحث الناس، يصير تنافس على الكتابة والتأليف وتنوير الأمة، وبالتالي يترك أثرا طيبا وخالدا. فمن حقوق الطفل أيضا حقه في التعليم والتأديب، لكن التأديب ضمن الضوابط، حتى في بعض الأحيان يكون التأديب بالعقوبة، لكن يجب ألا تتجاوز العقوبة الحدود، لأن يترتب عليها أثر قد أنه الطفل يعني تنفصم شخصيته أو يتضرر صحيا. لهذا أيضا الشريعة الإسلامية أوجبت يعني دية أو غرامة مالية على التأديب إذا كان قاسيا، وصل حد إذا صفعة على الوجه تترك أثر أسود، يكون هذه غرامة 6 دنانير ذهب، وهكذا تنزل 3 تنزل 1.5 حسب لون الضربة، إذا أخضر إذا أحمر. وقد يخشى لا أنه ضربة قد تكون أعوذ بالله قاسية، وبالتالي يعني يفقد ابنه أو مستقبل ابنه، مستقبل ابني. يقولون عن أحدهم كان نائما وفجأة انكسر جامل الشباك، فانتبه شاف ابنه، صور أنه هذا ابنه اللي كسر الشباك، رأسه لفت خشبة، وين اليوجعك؟ خشبة كانت مسممة، ورموا الطفل كذا، أخذوه للمستشفى، صار الأمر إلى أن قطعون يديه. الأبو ما تحمل رموا نفسه بفوق. يحتاج الإنسان إلى أن فعلاً أنه يضبط أعصابه، وبالتالي يكون التأديب زين. قلنا أنه فعلاً يعني هو التأديب ما بيشك هو يحقق مستقبل المولود ذكراً كان أو أنثى، مستقبله يكون إنساناً صالحاً. هذا عمر بن عبد العزيز اللي الآن الشيعة يترحمون عليه، الشريف الرضي يترحم على عمر بن عبد العزيز، يقول الرجل الطيب. شنو قصته؟ يقول كان هو أموي، وأيضا يعني عندهم سنة السب أمير المؤمنين، هاي السنة بالصلاة عندهم بصلاة الجمعة الخطبة والدعاء، إلى أن يجي هذا الرجل غيرها. شنو السبب؟ سبب المربي. يقول أنه في يوم من الأيام بالمدرسة يلعبون منشغلين بسب أمير المؤمنين، إجا المدرس باو عليهم بغضب، هو استغرب لما بدأ الدرس، قال له أستاذ أراك اليوم منفعلا بس سلمت علينا. يقول قال لي متى علمت أن الله قد غضب على أصحاب بدر؟ وهل علي بن أبي طالب من أصحاب بدر؟ قال بل بدر كلها كانت لعلي. يقول هاي أثرت في نفسي. في يوم من الأيام يقول رحت ويا أبوه يصلي صلاة الجمعة، هو الوالي، يقول لما وصل إلى الرجل أصبح ألكنا يتلعثم بكلامه، جاي يسب أمير المؤمنين تلعثم. يقول لما نخلص سألته قلت له أبا كنت فصيحا في كلامك منطيقا، لكن لما وصلت إلى الرجل أصبحت ألكنا، شنو السبب؟ قال لو علم الناس ما لهذا الرجل من فضيل لتركونا. يقول أنا أخذت على نفسي ذاك الدرس وهذا، أخذت على نفسي لو تمكنت من الأمر لأرفع السب من على المنابر، وفعلا يعود له الفضل في هذه المسألة، رفع السب وترك محل هاي الآية. إلى الآن يقروها سيعرفون هذا السبب ولا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الشريف الرضي يترحم عليه، يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، أنت نزهتنا عن السب والشتم ولو أمكن الجزاء جزيتك، غير أني أقول إنك قد طبت وإن لم يطب ولم يزك بيتك. هو يختلف عنه. فللتربية دور كبير في مستقبل المولود ذكرا كان أو أنثى. أيضا من حق المولود حق الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
والرضاعة أيضا تزود المولود طبعا هي بالحياة، وأيضا يعني ما تحمله هذه الأم من حنان وعطف تضفي على وليدها يبعث له الاستقرار ويصقل شخصيته. إلا أنه أيضا للأسف يعني كثير من النساء من تخلينا عن الرضاعة لأسباب قد تكون من هنا أو من هناك، لكن أنه ثبت صحيا أن رضاعة الأم يعني إلها دورها الكبير. وهنا عندنا أتذكر مرة في إحدى الجرائد أن الحكومة منحت يعني مساعدة مالية للأم التي ترضع طفلها، وعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتباهى بحليمة السعدية لما أرضعت ولده الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول جاءت هذه المرضعة سلمت على الرسول تطلب رضاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لها من أنت؟ قالت امرأة من بني سعد. قال لها ما اسمك؟ قالت حليمة. قال بخن بخ، خلتان فيهما غنى الدهر، حلم وسعد. فأعطاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأرضعته في مكان يعني حيث اللغة الأجواء نعم الظروف التي عاشتها تلك المرأة نعم. فمن حقوق الطفل حق الرضاعة، وطلب إلى أن أفرض الأم يعني أنه لسبب أو لآخر اعتذرت يجب أن يعطى إلى امرأة صحيحة أيضا سليمة، لما ورد عن رسول الله لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يعدي، لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يعدي. اختار لهذا المولود مرضعة سليمة نعم. ومن حقوقه أيضا من حقوق الطفل حق سياسي، ذكرنا ولو هذا من خصوصيات أهل البيت، لكن هل يمكن للطفل أن يترشح لموقع سياسي؟ أكو قابليات قلنا خاصة بأهل البيت، مثلا الإمام الجواد سلام الله عليه تصدى للسياسة وللإمامة يعني في سن ما قبل التمييز، يعني الطفولة على مرحلتين، مرحلة التمييز ومرحلة سن التمييز وقبل التمييز اللي تصل إلى 7 سنوات، الطفل المميز وغير المميز، قبل 7 سنوات غير مميز، بعدها حيث يكلف أو يعني يوصى يربى يؤدب نعم يتعود على الممارسات الدينية. عندنا أيضا إدريس الثاني ابن إدريس ابن عبد الله المحض أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه، هذا هارون الرشيد عليه اللعنة طارد إدريس وقتله في المغرب، وإدريس هذا الرجل عرف نفسه بأهل المنطقة وتزوج منهم واستطاع أن يؤثر فيهم يتعرف عليهم ويتعرفون عليه، وكانوا يلجؤون إليه ويرجعون إليه. المهم تزوج منهم، إلا أن هارون بعث إليه من يدعي أنه معارض يدعي المعارضة، فدس له السم وقتله، ترك زوجته حاملا. أهل المنطقة وفاء منهم للإمام سلوان أو للسيد إدريس قالوا ننتظر الجارية إذا ولدت ذكرا يكون لنا أمر، وفعلا انتظروا إلى أن بلغ 11 من العمر فأمروه. طبعا الله سبحانه وتعالى أعطى لأهل البيت وهذه الذرية الطاهرة من الإمكانات و احنا أيضا في واقعنا المعاصر خاصة للأجواء السياسية ينشأ الطفل على التحليلات السياسية والعراق السياسي والجدال السياسي، فقد يتأثر ويكون إلى دور، حتى أنه في بعض الدول يقول يمكن أن نعطي
للمولود أقل من 18 سنة الحق في الترشيح حتى المشاركة في الانتخابات لمؤهلاتي لرغباتي. أكو مواهب عند الأطفال، منهم يكون رسام، منهم يكون كاتب، منهم حافظ، فقد يكون عنده ميل سياسي فيمكن أن يتصدى ويمكن أن يترشح. إحنا عندنا الآن وصل رئيس مجلس النواب في العراق يعني الحلبوسي أقل من 40 سنة، ولهذا أكو احتجاجات. على كل حال مو هذا بس من ناحية إسلامية، أصلا يعني الإنسان يعني معذور إلى سن التكليف، وهو ما أراده الله سبحانه وتعالى، رفع القلم عن 3 منهم الصبي حتى يحتلم، لكنه يمكن أن يربى ويمكن أن يوجه ليقوم بدوره. هذه التربية إلها دور كبير في نصرة الحق، هذا الذي كان من القاسم بن الحسن سلام الله عليه، ابن المجتبى، ولد في بيت الطهر والنبل والسمو والإيمان، بيوت الوحي. الدافع له للاستشهاد بين يدي أبي عبد الله، بين يدي عمه، يقول له: يا عم، إني وجدت وصية من أبي الحسن يقول: أي بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين يوم عاشوراء فلا تقصر عن المسجد. سعد الله قلب أبي عبد الله الحسين وهو يذكره بأخيه، ينظر إلى هذا الشاب نظرة رأفة وعطف ومحبة، احتنقه، أخذا يبكيان ساعة، ثم أذن له، ركب جواده، توجه نحو الأعداء: أجركم الله وهو يرتجز ويقول: إن تعرفوني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، قاتل قتال الأبطال بينه. وكذلك يقول حميد: نعم، توجه إلينا غلام كأن وجهه شقة قمر، أخذ يقاتل قتال الأبطال، وكان بجنبي عمرو بن سعد ابن نفيل الأزدي، قال: والله لأشدن عليه ولأذكرن عمه به. قلت: يا سبحان الله، أما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب ومكان؟ قال: والله لأفعلن. فشد عليه: أجركم الله، فضربه على رأسه فلق هامة. أجركم الله، نادى بضعيف الصوت: عم يا عم أدركني، ما أسرعان ذهب إليه أبو عبد الله الحسين وهو يقول: قتل الله قوما قتلوك، ما أجراهم على الرحمن وعلى حرمة رسول الله. أويلي بكى وناداه: يا جاسم اش بيدي، يا ريت السيف قبلك حزو ايدي، هانلكم تخلوني وحيدي، وعلى خيمي يا عمي الخيل تفتح، وجابه ومدده ما بين اخوته، وبجا عدهم يا ويلي وهم موته، ولما سمع النسوان صوته اجت رملة تصيح: الله اكبر، اش الفايدة واياك يا ابني، مهور باك يا مدللة تعبني، ريتك علي البيت تبني يا ابني، ولا ما لنا ردت
ردتك ما رد الدنيا ولا ما تحبرني لا وقع حملي ولا ما يا جاسم خابت ظنوني ولا ما يا بوقت الضيج يا ابن قطعي جاوين عرسك مو تقول الناس عريس يلي سهم فردك بقلب الوالد يجي شنهو اسوي لو حدا الحداي بالعيس ومنه لبارين عقوب عينك يا جسا بني في لوعة خلفت والدتك اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرج عنا يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات جاه مريض كربلاء زين العابدين الأخوة الحضور الأخوات الحاضرات اللهم تقبل أعمالنا جميعا بأحسن القبول وإلى أرواح موتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات خصوص إلى أرواح موتى مؤسس هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات